السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مع وصفة جديدة وشهيوة جديدة، غادي نقدم لكم طريقتي في تحضير المعقودة. صراحة كتجي زوينة وما كتفتش في الزيت وما كتشربش الزيت بزاف، كتجي بحال ديال المطاعم. وبلا ما نهضر لكم على البنة، غنخليكم حتى تجربوها وتعطوني الرأي ديالكم في التعاليق. وقبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وبالنسبة للناس اللي عندي في القناة، ما تبخلوش عليا بلي لايك 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 ولي بارتاج مع الأحباب والأصدقاء. وغنبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير، هنا عندي واحد ربعة البيض، ربعة البطاطات اللي سلقتهم بالجلدة ديالهم، كيكونوا متوسطين، يعني كتبقى الكمية على حساب العدد ديال الأشخاص. كنسلقوهم بالجلفة ديالهم وتنقيوهم، أولا تنبخروهم مقطعين وكنبخرهم، يعني ما خصهمش يقيسوهم الماء باش تجينا هذيك المعقوده شاده في راسها. عندنا حبه بيض وعندنا الربيع يعني القزبر المعدنوس. بالنسبه للتوابل، فانا عندي الملح والابزار، بابريكا، الكمون، واحد الطريقه ديال السودانيه، وعندي الثوم بودر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الثوم بودر، فيستعملوا ثوم، فص ديال الثوم محكوك. صافي، هنايا غادي نحط هذيك البطاطا اللي سلقتها. كيف كنقولوا، كنأكد خاصها تسلق بالجلود ديالها اولا تبخر، يعني ما يقيسهاش الماء، ما يدخلش لها الماء الداخل باش ما تجيش ميها، وخاصها تبقى هكا ناشفه باش تجينا المعقوده ناجحه وما تفتتش لينا في الطياب. كيف كتشوفوا هنايا، غادي نمعسها بهذه الطريقه هذه، يعني ما خصهاش تبقى فيها الحبيبات. استعملوا فرشات او هاد الاداه اللي عندكم، المهم خاصها تمعس مزيان. غادي نستمر على هاد الكيفيه حتى يعني ما يبقوش فيها دوك الحبيبات وتعود بحال البوماد، وغادي نتلاقاو باش نديروا عليها باقي المكونات. هنا من بعد ما طحنا هذيك البطاطا، غادي نوضع فيها جميع دوك التوابل اللي عندي، وغادي نضيف هذاك القزبر المعدنوس اللي مقطعين. تقدروا تستعملوا غير المعدنوس بوحدو، ماشي مشكل. صافي، وغادي نشد هذيك حبه البيض غنطربها. انا ما غنوضعهاش كامله، يعني خاصنا نشوفوا الكثافه ديال هذيك البطاطا كيفاش خاصها تكون. ما خصهاش تكون ناشفه بزاف، وميم طون ما خصهاش تكون سايحه حيت البيض غادي يسيح، وداكشي علاش غادي نضيفه بالتدريج. انا وضعت هنا النصف وغادي نخدمها واحد شويه، وعاد باش غادي نزيد بشوي بشوي، يعني غنضيفه بهذيك البيضه بالتدريج. في الاخر انا ما غنديرش البيضه هذيك الحبه كامله، فانا غادي يبقى منها واحد شويه حسب واحد الملعقه. صافي، كيف كتشوفوا هنايا، كنخدم بالفورشيط باش هذاك التوابل تدخل في هذيك البطاطا مزيان، وحتى الا بقات ليا شي طرف ديال البطاطا ما مطحونش مزيان، فالفورشيط غادي تعاون باش يعني حتى هذوك التكتلات ما يبقاوش. غادي تستمر بحال هكا باش تنسجم ليا هذيك العطريه مع هذيك البطاطا. وكيف قلت، وانا كنضيف في البيض بالتدريج. هنا كيف كتشوفوا مازال خصني يعني غادي نضيف واحد شويه، وغادي صافي. هذه هي الكميه اللي غادي تناسب ليا البطاطا. نتوما غتشوفوا لا تيكستور ديالها كيفاش خاصها تكون. انتوما كتشوفوا كيفاش كتولي بحال البوماد، ولكن قابطه في راسها مزيان، ما خصهاش تكون سايحه بزاف.
صافي هذه هي الكثافه ديال البطاطا اللي بغيت. صافي شاط ليا هذا، ما غاديش نزيدو، غادي نستعملو في شي حاجه اخرى بطبيعه الحال ما غاديش يضيع. ودابا كيف كتشوفوا غادي نجيب هنايا هذيك البطاطا ديالي وغير الطحين يعني الفورص العادي الفرينه، وغادي ندير واحد الكرات يعني الحجم تبقى على حسب الرغبه، تقدروا ديروهم صغار او الاكبر او المتوسطين، انا درتهم هنايا متوسطين. صافي كيف كتشوفوا كنديرها في الدقيق وكنحاول انني نكورها مزيان وكنعاود نديرها في الدقيق يعني باش يشد فيها مزيان. صافي وتنضغط عليها وكنديرها يعني الشكل اللي بغيتو ما ترقوهاش بزاف وما تخلوهاش غليظه بزاف باش ما تبقاش لكم من الداخل طريه بزاف، يعني خاصها من الطيب تلقاوها مقرمشه من برا وطريه من الداخل، ولكن هذاك البيض يكون طيب. صافي غنستمر على هذه الكيفيه بهذه الطريقه هذه حتى غنكمل الكرات اللي عندي. يعني هنايا ما غنحتاجو لا نديروها في بيض لا والو لا شابلور لا حتى شي حاجه، فقط دقيق الابيض. وصافي هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي غادي ندير واحد المقله اللي غندير فيها الزيت ونخليه يسخن مزيان كيف كتشوفوا هنايا. وهنا غادي نبدا يعني نقلي في الحبات اللي عندي بطريقه عاديه، غادي نهزهم وغادي نحطهم في الزيت مباشره. الزيت خاصو يكون سخون ولكن ماشي سخون بزاف عاوتاني، يعني بحال غادي نقليو الفريت. صافي وتنحطوا الحبات وفي نفس الوقت كنهزوا فوقهم الزيت باش يعني هذاك الدقيق اللي الفوق ما يديرش لنا واحد يعني باش يبقى المنظر ديالهم زوين وهذاك الدقيق ما يبش الفوق. صافي وغادي نستمر وغادي نحط الحبات اللي عندي يعني حتى نعمر هاد المقله اللي تنطيب فيها كامله. صافي وغادي نخليهم بالنسبه للعافيه خاصها تكون متوسطه باش ياخذوا لنا هذيك التحميره اللي زوينه واللون الذهبي، يعني ما يكونوش محروقين وفي نفس الوقت ما نديروش العافيه اللي تكون مهيله باش ما يشربوش لنا الزيت بزاف، يعني خاصها تكون متوسطه ومايله للمجهده شويه. صافي كيف كتشوفوا هكا صافي. وهنا غنخليهم من غير بداو يتحمروا فانا غادي نقلبهم. راهم بالخف تيطيبوا كيف كتشوفوا اللون ديالهم كيفاش كيجي مذهب وزوين وصراحه تيشهيو. صافي غنستمر بهذه الكيفيه هذه حتى يطيبوا عاوتاني من الجهه الاخرى. وغادي نجيب واحد التبصيل يعني اللي كنكون حاطه فيه الورق ديال بابي سيرفيس، ورق النشاف اللي غادي يمص لي داك الزائد ديال الزيت. صافي غادي نحطهم حتى كيحيد منهم هذاك الفائض ديال الزيت. صافي وغادي نقدموهم ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديال المعقوده ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، انا رافقتها غير بشويه ديال الكيتشوب، يمكن لكم ترافقوها باي صلصه كتفضلوا. وكنتمنى ان يكون فدتكم في هذا الفيديو، ما تبخلوش عليا بلي لايك لايك لايك. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده وشهيوه جديده. واذا كانوا كيعجبكم بحال هاد الوصفات خلوا لي في التعاليق باش نوجدهم معكم. الى اللقاء.